السلام عليكم، معاكم اخوكم سامي فرج من قناة سامي اف. اليوم راح نتكلم عن كيف تخزن الاصوات والايقاعات في مجموعة الفثرت. تمام؟ الطريقة على طول بدون ما نطول، الطريقة تختار اي مجموعة، بختار مجموعة العود انا. تفتح معاك الصفحة هاي، راح تلاقي هني نجم فوق، شوف لاحظ معاي هني النجمة، هذه مجموعة الفثرت. كيف تختار؟ اختار الصوت اللي ابغيه، الحين بختار انا مثلا العود هذا. القانون تضغط عليه تختاره عادي، عقب تروح عند الفايل، تفتح لك الصفحة هاي، روح شوف معايا الففرت يعني طلعت معك، تقدر تستخدمها، تضغط عليها، شوفني معايا طلع لك كلمة ففرت نجمة فوق في الشاشة، معناته الحين تفعلت. تختار الصوت هذا، تروح بعدين خلاص تحول على طول، تحول انزين. تختار مجموعة ثانية، بختار الجيتار عشان تنتقل المجموعة الثانية للجيتار، لازم تضغط على كلمة الففرت هذه، ولا ما راح يعطيك، شوف ما يخليني انتقل، شوف. فلازم تضغط على كلمة الففرت، خلاص شوف الحين بصير باخذ الجيتار، باخذ الليد هذا. تمام، نفس الطريقة راح اضغط على فايل، تطلع لي الصفحة هاي، ادق على الففرت نفس الطريقة، بختار البيز، تروح على كلمة ففرت فوق عشان تروم تنتقل الى مجموعة ثانية، راح اخذ البيز مثلا هذا. نفس الطريقة، فايل، افتح معاي الففرت، اضغط عليها. الحين راح ننتقل الى مجموعة الففرت. كيف؟ تضغط على كلمة الففرت، تطلع لك هاي الصفحة، تروح على طول فوق بريست يوزر، النجمة، النجمة هي الففرت، شوف نضغط عليها، هذه الأصوات متخزنة موجودة، القانون والليد جيتار، وعندك البيس. زين، الإيقاعات، والإيقاعات بالنسبة للإيقاعات نفس الطريقة. زين، نيحن كيف تمسح؟ كيف تمسح أنت الحين سويت المجموعة هاي، كيف تمسحها؟ طريقة سهلة، الحين طلعت أنت برا بالطريقة هاي. كيف بتروح عند الففرة؟ تيجي عند اليوزر، طلعت لك الحين فوق اللي هي النجمة، تيجي عند النجمة، شفت الأصوات تطلع لك على طول الأصوات، بس عليك أنك تسوي هولد على أي صوت تبغى تمسحه، تضغط ضغطة مطولة بروحه يمسح، شوف امسح، شوف ليد امسح، شوف امسح. ونفس الطريقة تبغي تخزن الحين وتريات، مثلا هالوتريات نفس الشيء، تختار المجموعة، تيجي عند فايل الففرت، هني موجود النجمة، تختارها معاك الففرت عشان تنتقل مجموعة ثانية، تدق على الففرت فوق وتاخذ الصوت اللي انت تبغيه، سينث، ونفس الطريقة. والى اللقاء مع معلومة ثانية.